متابعينا أوفياء قناة الحوار، أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد من حصة دوحة المونديال، والتي سنخصصها لأخبار المتعلقة بمونديال قطر 2022. المنتخب المغربي يحقق إنجازا عربيا غير مسبوق اليوم، وذلك بعد فوزه على منتخب إسبانيا بركلة الترجيح، حيث بات أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي المونديال في تاريخ المشاركات العربية. وكان المنتخب المغربي قد فشل في تحقيق ذلك في مونديال مكسيكو 1986 حين خسر أمام ألمانيا بهدف دون رد، كما خسر المنتخب السعودي سنة 1994 في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية حين خسر أمام المنتخب السويدي بثلاثية مقابل هدف، كما فشل المنتخب الجزائري في تجاوز هذه العقبة كذلك في مونديال 2014 بالبرازيل حين خسر بصعوبة أمام المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف، ليحقق المنتخب المغربي في هذه الدورة إنجازا عربيا غير مسبوق بالتواجد في الربع النهائي. تعرفت جماهير الكرة العالمية اليوم على المنتخبات التي ستشكل الثمن النهائي من مونديال قطر 2022، وذلك عقب تأهل المنتخب المغربي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح وتأهل المنتخب البرتغالي على حساب سويسرا، ليصبح برنامج الربع النهائي كالتالي: يوم الجمعة 9 ديسمبر على الساعة 4 سيواجه المنتخب الكرواتي منتخب البرازيل، تليها مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الهولندي على الساعة 8 ليلا، ويوم السبت سيواجه المنتخب المغربي على الساعة 4 عصرا منتخب البرتغال. كسر متوسط ميدان المنتخب الإسباني جافي الرقم القياسي الذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلية بيلي كأصغر لاعب يشارك في مواجهة إقصائية في المونديال، وذلك بعدما شارك في مواجهة اليوم أمام المنتخب المغربي والتي انتهت بإقصاء الماتادور من سباق التأهل للربع النهائي. وشارك جافي اليوم عن عمر يناهز 18 سنة و123 يوما، فيما كان الرقم الماضي بحوزة بيلي ب 18 سنة و249 يوما، وبذلك يصبح جافي أصغر لاعب في تاريخ المونديال يشارك أساسيا في المواجهة الإقصائية. أثار هداف مونديال قطر 2022 كيليان مبابي الهلع وسط المعسكر الفرنسي، وذلك قبل 4 أيام من مواجهة المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي المونديال، حيث كشفت جريدة ليكيب بأن مبابي غاب عن حصة اليوم كإجراء احترازي بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها أمام منتخب بولندا والتي أسفرت بتسجيله لهدفين تأهل بهما المنتخب الفرنسي للربع النهائي. وينتظر أن يعود كيليان مبابي اليوم إلى تدريبات المنتخب الفرنسي، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي، بعدما أثار موجة غضب شديدة في الشارع الجزائري عقب اعتدائه على يوتيوبر جزائري في الدوحة القطرية إثر مواجهة كوريا الجنوبية والبرازيل. إيتو سامويل يزيد من الطين بلة بعدما أصدر بيانا أمس يقدم فيه اعتذاراته للجماهير الكروية العالمية على ما بدر منه وعلى عدم ضبط نفسه، خاصة وأنه رئيس الاتحاد الكاميروني وكان لاعبا سابقا في نادي برشلونة ونادي إنتر ميلان. لكن إيتو قدم اعتذارا مسموما حين ورط الجماهير الجزائرية واتهمها بأنها تثير أعصابها وأعصاب جماهير المنتخب الكاميروني منذ وصولهم إلى الدوحة القطرية. وأوضح إيتو أن الجمهور الجزائري يطارده منذ المواجهة المشهورة في مارس الماضي في تصفيات كأس العالم والتي فاز بها المنتخب الكاميروني على الخضر بهدفين مقابل هدف، وتتهمه جماهير الجزائرية منذ ذلك الوقت برشوة الحكم الغامبي باكاري غاساما. وقال إيتو في بيانه: كافة الاحتجاجات والشكاوى التي قدمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم قوبلت بالرفض، لهذا أدعو المسؤولين هناك للتحلل بالمسؤولية ووضع حد لهذه التصرفات قبل تطور الأمور ووصولها لأحداث مأساوية، وأتمنى أن تجدوا السلام والقدرة على تجاوز الهزيمة المؤلمة لكم لكن بعيدا عنا. يوم حزين عاشته كرة القدم الجزائرية، وذلك بعد وفاة رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم السابق محفوظ قرباج إثر مرض عضال لازمه لفترة،
حيث سيوار الثرى غدا بمقبرة سيدي رزين ببراقي. ويعتبر قرباج أول رئيس للرابطة المحترفة الوطنية لكرة القدم في بلادنا، وكان أيضا رئيس نادي شباب بلوزداد. من جهة أخرى، قدمت العديد من الشخصيات الوطنية والنوادي الجزائرية تعازيها لعائلة الفقيد، في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي استذكر خصال الفقيد والمجهودات الجبارة التي بذلها من أجل تطوير الكرة الجزائرية.